قامت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتنفيذ مسح لقياس ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال في مملكة البحرين بهدف توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين وصانعي القرار ووضعي السياسات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية لاستمرارية عجلة نمو قطاع الأعمال. طبعا للتعرف أكثر على تفاصيل مسح قياس ثقة المستثمرين يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة نور السعدون مدير إدارة الإحصائيات الاقتصادية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بعد التحية. طبعا ما هي المعايير التي تم من خلالها قياس ثقة المستثمرين في بيئة العمل بمملكة البحرين سيدة نورة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر تلفزيون البحرين لإتاحة هذه الفرصة لإعطاء نبذة بسيطة عن المعايير التي يتم اتباعها في قياس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال التجارية. يتم تنفيذ هذا المسح بشكل ربع سنوي وفق شراكة رباعية بين الهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مجلس التنمية الاقتصادي، مصرف البحرين المركزي، وزارة الصناعة والتجارة. المنهجية المتبعة في تنفيذ هذا المسح يتم عملية جمع البيانات من خلال مسوحات. هذه المسوحات سبق وأنا تفضلت أن هي تنفذ بشكل ربعي باستخدام استبانة صممت من قبل خبراء في علم الاقتصاد بالتعامل مع خبراء دوليين من الأونستاد، مركز الإحصاء الخليجي لدول مجلس التعاون. هذه الاستبانة شملت على عدد من المحاور. هذه المحاور تم صياغتها بحيث تتوافق مع المعايير الموضوعة دوليا لقياس بيئة المناخ الاستثماري. اليوم عملية جمع البيانات تكون عن طريق الزيارات الميدانية، أخذ رأي المؤسسة، ناخذ رايها من حيث الاقتصاد بشكل عام في البحرين، العماله، حجم العوائد، التصدير، السلع والخدمات، توسع ونمو الشركه، ارباحها، مركزها المالي، المنافسين لها في هذا القطاع، الصعوبات التي تواجه الشركه. تدرس جميع هذه العوامل بالنسبه ناخذ ارائهم على الوضع الحالي والوضع المتوقع، ومن ثم نحتسب مؤشر ثقه الاعمال وفق معادله حسابيه باتخاذ المتوسط المؤشر الحالي ومؤشر التوقعات. يتم احتساب مؤشر ثقة الأعمال. هذا المؤشر نرصده وفق الأنشطة الاقتصادية، حجم المؤسسة، العوائد السنوية، ونوع الاستثمار. أبرز النتائج اللي جاءت في أعمال الربع الثالث أنها أظهرت نتائج طبعا رؤية متفائلة لهذا المؤشر، حيث شهد كل من قطاع النقل والتخزين ويليه قطاع المعلومات والاتصالات أعلى ثقة أعمال، وشهدت المؤسسات المتوسطة على ثقة أعمال واللي تتراوح عوائدها أكثر من 3 مليون دينار بحريني تمتلك استثمارات أجنبية في الداخل والخارج. حقق المؤشر في ثقة الأعمال مناخ الاستثمار وصل ما يقارب إلى 99.25% نقطة مقارنة بالفصل السابق، وبمعدل زيادة ما يقارب 1.12% نقطة. فجميع هذه النتائج الإيجابية التي حققها مؤشر ثقة الأعمال كانت متوافقة مع سلسلة المبادرات الاقتصادية التي وضعت في خطة الاستيعاب الاقتصادي، وهذا يدل على جهود المملكة وقيادتنا الرشيدة التي استطاعت أن نحن نجتاز هذه الجائحة، نواصل المضي قدما، ناخذ اتخاذ خطوات فعالة في طرح مبادرات تمكن طبعا الشركات والصناعات من ترسيخ أعمالها وإيمانها في بيئة اقتصادية المثلى التي تمتلكها مملكة البحرين، وإيجاد فرص استثمارية تعزز من بيئة الأعمال في البحرين. نعم سيدة نورة السعدون مدير إدارة الإحصائيات الاقتصادية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.